فعمل لجنات النعيم وطيبها، أنعم بدار الخلد والرضوان. إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان. كن محسنا فيما بقى فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان. من الأعمال التي تكون سببا إلى دخول الجنة سؤال الله الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم اجره من النار. الله أكبر. يا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله جل وعلا: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله أكبر. ويقول الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد إلا اثنان. يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو أمكان. فالله الله، إذا سألت الله دائما في دعائك فاسأل الله الجنة ولا تحرم نفسك الأجر، فإن هذه الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. اسأل الله الجنة وأنت ساجد، اسأل الله الجنة في آخر ساعة من عصر يوم الجمعة، اسأل الله الجنة وأنت صايم، اسأل الله الجنة بين الأذان والإقامة، اسأل الله الجنة في الثلث الأخير، اسأل الله الجنة في مواطن استجابة الدعاء. عل الله جل وعلا أن يجعلك ووالديك وذريتك من أهل الجنة. أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة. فعمل لجنات النعيم وطيبها، أنعم بدار الخلد والرضوان. إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان.